الو الو يا هنيدي، انا سيد ابن خالتك. عايز يا سيد الساعة 2 بالليل تلبس وتبقى قدامي في 5 دقايق. خير يا ابني؟ في ايه؟ لما تيجي هتعرف كل حاجة. بص يا معلم، انا كنت فوق السطوح بظبط الطبق، فجأة لقيت حاجة دبت جنبي، ببص لقيت الشيء ده. فكوا فكوا يا ابني، ايه اللي انت عامله ده؟ افك مين يا كبير؟ ايش عرفنا انا الكائن ده ايه؟ ده ممكن يطلع نار من بقه تحرقنا، ولا يبخ في وشنا حاجة تسخطنا. يعني يا سيد انت هتتسخط ايه اكتر من كده؟ فكوا فكوا، انت مين يا عم انت كمان؟ وجيت لنا منين؟ انتوا اللي مين وبتتكلموا بصوت غريب كده ليه؟ احنا برضو اللي صوتنا غريب. انت عبيط يالا ولا ايه؟ يعني ايه عبيط؟ اتكلم مع الباشا عدل يا سيد. حاول تنسى شوية انك مخبر. انت مين يا حبيبي؟ اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ اسمي سايتو محمد، بشتغل مخترع اول في مقاطعة 6 اكتوبر، وكنت بجرب اختراعي الجديد اللي بيسافر في الزمن، بيصور مقاطع من التاريخ اللي محدش شافه علشان نعرضها على الستيودنت بتوعنا في المقاطعة. ايه ده؟ ايه يا بهيم انت؟ بيقول لك استيودنت هنيدي، اسيبه يسبلنا الدين كده يعني؟ استيودنت يا سيد يعني تلامذة. في ايه؟ في ايه انت التاني؟ الواد ده بينخى علينا يا كبير. انت بترفع برشام هلا؟ هو فين الاختراع بتاعك ده طيب؟ اهو اتفضل. هتولي عبدين من تحت تقاطيق الارض. الواد ده بيتكلم صح، آلة الزمن دي اختراع البشرية بتحاول فيه بقالها سنين، ومعنى انه نجح يبقى الواد ده جاي من زمن تاني فعلا. من زمن قدام ولا ورا؟ أكيد من زمن قدام، أصل اللي ورا ده اتهرس خلاص. أنت تاريخ ميلادك إيه يا سايتو؟ 4 فبراير 2033. إيه؟ وعندك كام سنة؟ 22. أوبا، حلو قوي الكلام ده، يعني أنت النهاردة من شوية كنت في سنة 2055 بالظبط. ده أنت كنز يا عمو، ده ممكن يحكيلنا على كل اللي بيحصل في البلد وكمان. ايه يا كلب البحر انت؟ شعوازه بقى ونشوفوا المستقبل ونفتح الكوتشينه وجو بنك الحظ بتاعك ده؟ وفيها ايه يا هنيدي؟ حرام، المستقبل ده بتاع ربنا، خليها مفاجاه.